مفاوضات الساعة الأخيرة في عتمة الليل بزغ الفجر ولم يرتفع الدخان الأبيض منها. إنها مباحثات بين ضفتي المحيط الأطلسي، ينتظر الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بفارغ صبر أن تفضي إلى اتفاق تاريخي ينظم العلاقة التجارية المستقبلية بينهما. أجواء التفاؤل هي السائدة بحسب مصدر أوروبي، فيما تحدث رئيس الوزراء الإيرلندي ميشيل مارتن عن مؤشرات إيجابية بتوصل الطرفين إلى اتفاق يسمح لهما بتجنب عواقب اقتصادية وخيمة على خروج بريطاني بلا اتفاق. الأسماك هي حجر العثرة الأخير التي يخشى أن تغص بها المفاوضات. 650 مليون يورو من المنتجات التي يصطادها الاتحاد الأوروبي كل عام في مياه المملكة المتحدة تتركز المفاوضات حول تقاسمها. مصدر في الحكومة الفرنسية صرح بأن البريطانيين قدموا تنازلات وصفها بالهائلة على هذا الصعيد، وفي حال جرت الرياح كما تشتهي السفن فإن أي تسوية بين المفوضية الأوروبية وبريطانيا تستلزم مصادقة الدول الأعضاء عليها في إجراءات تستغرق أياما. وبغير ذلك فإن سيناريو قاتما ينتظر المملكة المتحدة، فالخروج بدون اتفاق يعني خضوع الاتحاد الأوروبي ولندن لقواعد منظمة التجارة العالمية، قواعد تعني فرض رسوم جمركية وتحديد حصص إلى جانب تطبيق إجراءات إدارية قد تؤدي إلى اختناقات مرورية ضخمة وتأخير تسليم البضائع. سيناريو اختبرته المملكة المتحدة مؤخرا بعد أن أعلنت انتشار سلالة من فيروس كورونا أشد ضراوة ما تسبب في عزلها عن العالم. بريطانيا ستكون الخاسرة الأكبر حينها، فهي تصدر 47% من منتجاتها إلى الاتحاد الأوروبي، بينما يصدر الأخير 8% فقط من بضائعه إلى الضفة الأخرى لبحر المانش.